السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الحليوه اللي هي بالقهوه، لعشاق القهوه بحالي انايا كنحماق على القهوه. الوغ اليوم غادي ندير واحد الصابلي. السلام عليكم، كي دايرين؟ صحه لاباس؟ كلشي على خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الصابلي. انا بديت ديجا كنصور وتحذف لي لا فيديو الاولى. الوغ غادي نقول لكم المقادير. بسم الله على بركه الله. انا هنا عندي نص كاس ديال الزيت، ها هو. عندي هنايا 80 غرام ديال الزبده، 80 غرام. هنا عندي ليكسبريسو، انا طلعتها بلا ماشين. اللي ما عندوش لا ماشين يدير هذيك الكافي سرعة الذوبان. هنايا عندي شوكولا باش نزين، هذا غير من الفوق. وعندي هنايا لو سوكر غلاس، هو درتو ديجا في لا ماشين، غير تحذف لي ديك لا فيديو. هنا عندي واحد البيضه كامله مويانه، وعندي لو سوكر غلاس. عندي هنا 50 غرام ديال لو سوكر غلاس ولا فارين خلاص باش نجمعوا سميتو. واحد القبيصه ديال الملح انا درتها ديجا مع لا فارين. الوغ قلنا بسم الله. انا هنا غادي نبدا. درت ديجا قلت لكم هذا الطحين، ماشي الطحين، لو سوكر غلاس مع البيض. غادي ندير عليه الزبده. اسمحوا لي على ديك المقطع تقطع لي، عرفت علاش؟ كنت كنصور حتى لواحد الوقت وتحبس لي. ما ديجا درت هذا الشيء في لاماش، في هذا في الغوبو. المهم انا درت هذيك الزبده، درت 80 غرام ديال الزبده. ها هي، كنحس لكم باش تشوفوا شويه. هنا غادي ندير داك نص كاس ديال الزيت. انا غادي نخلط واحد شويه. هنا انا غادي نزيد ديك القهوه. ها هي، صافي البنات. كما قلت لكم هي العجينه ستكون بحال هكا، ما خصهاش تكون قاصحه، تجي بحال هكا. وهنا عندي هاد بابي كويسون، غادي ناخذ فيهم دو فوي. اللي بغا يطلق زعما نيشان فوق هذا، فوق لو بلون دو طرافاي يطلقها. انا غادي ناخذ جوج باش تسهل عليا. غادي ندير ديك العجينه هكا. طلع منا واحد الريحه غزاله ديال القهوه. انا هنا ما كندير لا خميره لا والو، ما تحتاجش الخميره لان فيها لبن. هي هاد الحلوه هادي ما كتحتاجش الشفافه، كتجي بحال لي بيسكويت. هكا البنات هي سرحتها بحال هكا. انا هنا عندي الفرشيط، فرشيطه غادي ديرو بها بحال هكا، دي تري بحال هكا، شي بحال هكا ليها.
لهنا ما غادي ندير، غادي نقطعو من بعد بالطابع. اختيار ليكم، بغيتو ديروهم مدورين، بغيتو ديروهم هليلات، بغيتو ديروهم قليبات. اما انا هذه هي الطريقه اللي كنصاوبها بها غير بالفرشيط، ما تحتاجش لا زعما. هذا هو زواقه، كتجي زوين المنظر ديالها. شيبانو كيجي فيهم ميدر زويون، كيجي مبدل شويه على ال ونمشيو عاوتاني عكسي بحال هكا. هنا عندي انا طويب هكا، طابع هكا داير بحال هكا. نتوما شوفوا الشكل اللي بغيتو ديروه، بغيتو ديروهم هليلات ديروهم هليلات، غادي نديرهم بحال هكا. دير الريحه فيهم هائله، كتطلع منهم واحد الريحه غزاله. انا غادي نكمل ومن بعد عاوتاني نتلاقاو. صافي البنات، انا كنستفهم هنايا في اللاطه، غادي نديرهم يطيبوا. ها هما حيدت لهم هذا، والعجينه اللي كنحيدو من الجناب عاوتاني كنديروا لها نفس الشيء. غادي نقطعوها بشكل خفتات، نقطعها هكا كاريين يمكن، خليوها ترتاح على ما نطيبوا هذه. نستفوا هذه في اللاطه ونعاود نسرحها ونديروا لها نفس الطريقه اللي درنا الاولى. صافي انا كنديرها هنايا في اللاطه، ومن بعد غادي ندخلها للفران طيب هكا. انا غادي نخشيها طيب ونتلاقاو من بعد. غادي ندير نفس الشيء، غير تقطع غادي نديرو تقطعه وحده اخرى، ما نديروش مدوره. الريحه كتطلع منه هائله، وثاني كاين اللي ما عزيزش عليه القهوه. انا من عشاق القهوه، ضروري داك جوج كيسان في النهار نشربهم هكا. هادي كنعطيكم غير اختيار، ابخي نتوما الا ما عجبكمش هذا الشكل هذا ديروا الشكل اللي عجبكم. المهم لاباط تكون فيها هذه ديال القهوه، كتجي هائله. وثاني الهلال تقدروا ديروا غير بهكا غير بالكاس. انا حتى كندير له الا ما عنديش هذا الطابع كندير غير بالكاس، كيخرج ليه لي المقاد على هكا. نتوما تغلطوا اكثر من هكا، ديروا اكثر من هكا هكا. شي بحال هكا الشكل ديالو. صافي انا غادي نكمل على هذا الشكل هذا، ومن بعد نتلاقاو مره ما طيب. صافي البنات، هذا الشكل الثاني درت فيهم هليلات كي قلت لكم. انا غادي نديرهم حتى ما يطيبوا، غادي ندخلهم الفران ومن بعد عاود نتلاقاو.
اخرى رطبت ليا، هذه الثانيه دابا غادي ندخلها الطيب ومن بعد نتلاقاو في الشكل النهائي. صافي البنات، من بعد ما طاب لي الصابلي انا درت شويه ديال الشوكولا هنايا في واحد، الا عندكم لابوشا دوي ديروها، انا حيت ما بغيتش نستعملها عندي، ما عندي غير كميه قليله ديال الكاطو، ما درتش شي حاجه كثيره، درت غير هذا. ديروا غير اون بوش هذيك ديال لا ديكونجيلاسيون، ديروها وديروا فيها سميتو وتقبوها من هنايا. هذه نورمالمون تقضي الغرض. انا ديري خطيطات بحال هكا، نكمل هنا الطريقه هذه. اللي بغى يدير الشوكولا، الا ما بغيتوش ما ديروا الشوكولا، هو كيتواتى هذا سميتو مع الشوكولا، كيجي هائل. نتاع الهلال وسي ها هو صافي، هذا هو الشكل ديال لي بيسكوي ديالنا وكافي. بغيتو تلاقيوه بجوج، تلاقيهم بالشوكولا وعاد ديك الساعه تذوقهم تو تلاقيهم، انا ما بغيتش نلاقيهم، خليتهم غير هكا. صافي البنات، من بعد ما درنا هذاك الشوكولا درناه من الفوق، انا خشيتو في الثلاجه شويه حتى يبسات هذيك الشوكولا. انا هنايا الا بغيتو باش تلاقيهم كما قلت تقدروا تلاقيهم، هي دابا يبسات شويه الشوكولا، ديروا لهم بحال هكا من الوسط، ديروا الشوكولا من الوسط وتلصقوهم، بغيتي تخليوهم هكا خليوهم هكا، نتوما كيبقى لكم اختيار. انا هو سيكون مدوبلين ديروهم مدوبلين بحال هكا. غادي ندير شي وحدين مدوبلين وغادي ندير شي وحدين غير سامبل هكا نخليهم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي صاوبنا جميع، النكهه ديال الكافي كيجي بحال هكا. هادو لقيت هاد شي وحدين لقيتهم هكا زوج، شي وحدين خليتهم غير سامبل هكا ما ملاقينش. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو، كنتمنى هاد لاغوسيط هادي تعجبكم. غير هي ملاحظه اللي بغيت نشير لها، انه ملي تحذف لي داك لا فيديو الاول، انا الكافي ما درتهاش سخونه في العجينه، لان الا درتوها في الخليط وهي سخونه غادي تقطع لكم العجينه، ستكون بارده ولا تياد بعدا غاده البروديه، ما تخليوهاش زعما ما ديروهاش سخونه، هذا اللي بغيت نقول. المهم هاد لاغوسيط هادي كنتمنى تطريقكم وتعجبكم، ما تنساونيش بلي لايك كما كنقول لكم دابيتود، وتخليوا لي دي كومونتير، ومرحبا باللي عاد جا عندي جديد وتابونا عندي، ونقول لكم على بروشان فيديو ان شاء الله. بسلام عليكم.